نظمت نقابة الصحفيين يوما تضامنيا مع الصحافة الفلسطينية، كما نظمت مؤتمرا صحفيا بعنوان الصحافة الفلسطينية في مواجهة الإبادة. يوم مع الصحافة الفلسطينية نظمته نقابة الصحفيين المصرية للتضامن مع عشرات الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة خلال العدوان الغاشم الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع. النهاردة كمان إعلان برفضنا لتصفية القضية الفلسطينية سواء عبر محطات تهجير أو توطين، وإعلان تضامن مع الشعب الفلسطيني في كل خطواته، في كل مقاومته، في مقاومته الباسلة المستمرة واللي هي يعني نجحت في فرض الرواية الفلسطينية ونجحت في تحقيق يعني حتى الآن، ومع الصحافة الفلسطينية التي نجحت حتى الآن في هزيمة الرواية الزائفة التي تنقلها التي حاولت إسرائيل أو الكيان الصهيوني فرضها. نقابة الصحفيين المصريين يعني بالتنسيق معنا كنقابة صحفيين فلسطينيين تقوم بدور عظيم ودور كبير، هي يوميا تقوم بفعاليات ويوميا تتواصل معنا وتتابع أوضاعنا كصحفيين فلسطينيين وكنقابة صحفيين، ويقوموا بجهد هائل وهم يمثلوا كل الجسم الصحفي المصري وكل المؤسسات الإعلامية المصرية. لذلك نحن نقول من عبر شاشتكم أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين وعموم الصحفيين الفلسطينيين يعبرون عن فخرهم واعتزازهم بكل الجسم الصحفي والجماعة الصحفية في مصر على أدائهم ودورهم العظيم. وخلال الفعاليات أقيم مؤتمر صحفي مشترك بين نقابتي الصحفيين في مصر وفلسطين والاتحاد الدولي للصحافة لمواجهة الإبادة التي يتعرض لها المدنيون العزل في غزة والضفة الغربية المحتلة. قيمة التضامن هي جوهر العمل النقابي على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الوطني. التضامن مع الصحفيين في مثل هذه الأوضاع اللي بيعيشها أخوتنا وأخواتنا زميلاتنا وزملائنا في غزة هي أحيانا تشكل التوازن النفسي الضروري لعمل أي صحفي في مثل في الوضع اللي بيعيشه فيه. لذلك إحنا يعني فخورين جدا أن نكون موجودين هنا في مصر مع الصحفيين المصريين، مع نقاب الصحفيين المصريين والمعروفة بعلاقاتها التاريخية واهتمامها في الصحفيين الفلسطينيين. مصر دائما يعني داعمة للقضية الفلسطينية، هي تنقل الأحداث وتنقل ما يقع من جرائم، وخاصة استهداف في ظل حملة إسرائيل الممنهجة لاستهداف الصحفيين الفلسطينيين بمنازلهم بأهليهم بكل ما يملكه هذا الصحفي. وفي ختام الفعاليات عقدت النقابة ندوة بعنوان القضية الفلسطينية والمعايير المزدوجة ومخططات التهجير. أعلن خلالها المشاركون رفضهم القاطع لمخططات التهجير ومطالبين بإعادة توطين الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم وديارهم في قطاع غزة تحت وطأة القصف والدمار الذي تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.